أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين من يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا المرة السابقة ونحن نقرأ في كتاب عدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكرنا في أبواب المواقيت مواقيت الصلاة، وتكلمنا على ميقات كل صلاة بداية ونهاية، ووقت تكلمنا عن أنواع الأوقات داخل كل وقت من أوقات الصلاة، وتكلمنا عن اعتماد المؤذن بدخول الوقت، فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فإذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة، وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فالسبب والعلة بمعنى واحد، وهو إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود لذاته، ده السبب، خلاص؟ فإذا لم يوجد السبب وهو الزوال، عدم السبب، عدم وجوب الصلاة، وإذا زالت الشمس وجب الوقت لوجود السبب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة فجن أو حاضت وجب القضاء، ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور، والصوم كالصلاة، ويحرم تراخيه لرمضان القادم. دخل تطرق الى الصوم، احكام الصوم. وان مضى من اول الوقت ما يمكن فيه الصلاه، ان يمكن فيه ان يتوضا او يصلي، زمن يسع وجوب الصلاه. المراد المضار أنه مضى وقت خلا من الموانع زمنا يمكنه فيه تأدية الصلاة بأخف ما يمكن وروق صلاة، فلم يؤدي، اللي هو وقت العذر، يعني اسمه وقت العذر لازم، خلاص؟ فجن هو ما بادرش أو حاضت وجب القضاء. ولذلك في مسألة، هذه المسألة تسمى مسألة مبادرة الحائض، هي عارفة إن هي بتحيض الساعة الاثنين، الساعة الاثنين ظهر، فيحرم عليها تأخير فرض الظهر، رغم ان الوقت بتاعه الأساسي هيبقى 3:30، الآن 3:30، هي تعلم أنها تحيض في ذلك اليوم الساعة الثانية ظهرا، حرم عليها تأخير الصلاة عن الصلاة عن الساعة الثانية ظهرا مبادرة لها، لأنها تعلم أنها تخرج عن التكليف، فعندها من 12 ل 2 يجب عليها الصلاة، ويجب أن قبل الساعتين تكون أدت الصلاة، وتضيق عليها الوقت للعذر لورود الحيض عليها. وكذا المجنون مضى، لكن لو هي حاضت قبل الوقت خلاص رفع عنها التكليف في الوقت، لان خلاص اتى المانع لها من وجوب تكليفها بالصلاه، وجود المانع منع تكليفها من الصلاه، فلا يجب عليها تلك الصلاه، ولا يجب عليها القضاء، ولا تاثم. ماشي. والمجنون كذلك إن جن بعد أن دخل وقت الصلاة وهو لم يعجل ويبادر بالصلاة، يعجل بها، فيبقى عليه قضاء تلك الصلاة لما يفيق، والحائض عليها قضاء تلك الصلاة إن دخل الوقت الذي يسع فيه أداء الأركان كاملة للصلاة مع الوقت، فيبقى عليها القضاء. ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور. طيب، دي فرع جديد، متى يجب القضاء ومتى لا يجب؟ متى يجب تعجيل القضاء ومتى لا يجب تعجيل القضاء؟ واحد
نام عن الصلاة، فاتت الصلاة المكتوبة بعذر، نايم خلاص أو بجنون خلاص أو إغماء، ندب الفور في القضاء، يجوز يأخرها أو يجوز يأخرها، ولو لكم يوم ولو لثالث يوم يجوز يأخرها، ويأخرها كذا فرض أو كذا يوم، إلا أنه يندب له التعديل بالقضاء براءة لذمته. خلاص طب لو كان فاتت بغير عذر وصاحي كده وفضل منتظر وصاحي بدون نسيان ولا أي حاجة لغاية لما خرج الوقت، ها؟ وجب عليه القضاء على الفور، ما ينفعش إن هو يأخرها. خلاص أول لأنه إيه؟ هو بيجي الوقت بيمر الأوقات اللي إحنا قلنا عليها، وقت الأول الندب، ها؟ ووقت الفضيلة، وبعدين إلى وقت الاختيار، وبعدين وقت الجواز، وبعدين وقت الجواز بكراهة، وبعدين وقت التعين والوجوب أو الفورية، أخر لغاية وقت ده كمان، ما صلاش. ده وقت التعين والوجوب والفرضية على أن يسعى الصلاة آثمة بذلك، أصبح آثم. طيب خرج الوقت آثم. ده إثم أول، إثم ثاني أنه إذا لم يعجل ها بقضاء هذه الصلاة التي فاتت بغير عذر أثم إثما آخر وهو تأخيرها، بخلاف لما يكون بعذر شاف يندب له مبادرة الصلاة بس تعجيلا ببراءة الذمة، لكن هنا يأثم إثم آخر وإيه يفضل إثمه مستمر عليه إلى أن يقضي تلك الصلاة. طيب والصوم كالصلاة، الصوم في هذه الأمور كالصلاة. إن كان مثلا نسي يوم إن هو ينوي بالليلة عند الشافعية قطع نية الصيام بأنه قال غدا لن أصوم، لأن النية موجودة كلها للشهر، كل واحد نية بمعنى إيه؟ الصيام ده نيته سهلة أوي، رايح أشتري سحور نية، هنام عشان وأظبط النبي عشان الصح نية لأن أنا أصوم غدا، لا واحد كان مريض وليه؟ أنا تعبان ولن أصوم غدا، خلاص نام صحي لقى نفسه كويس، ها؟ لقى نفسه كويس بس صحي بعد الفجر، هنا يبقى عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لم ينوه ولم يبين نيته من الليل، بل كان ناوي قطع الصيام والإفطار، فهنا إيه هو معه عذره لأن كان عنده مرض، ها؟ والمرض منعه من الصيام هنا ولم يستطع أن يدرك النية قبل الفجر، فعليه قضاء ذلك اليوم، قضاء هذا اليوم يكون على إيه؟ على التراخي مش على الفور، ليه؟ لأنه بعذر عذر المرض، خلاص؟ طب لو وضع عن عمد ها وترك الصيام عن عمد هو يجب عليه فورا بعد يوم العيد ان يصوم ما عليه من ايام تركها عمدا، ولما يأخر يأثم اثما ثانيا غير اثم ايه؟ ترك العباده في وقتها. والصوم كالصلاه ويحرم تراخيه لرمضان القادم. عجل في احكام الصيام الشيخ هنا قال ايه يحرم ان انا ايه؟ ان انا ما صومش ما عليا من الايام قبل رمضان التالي، دي قاعده الشافعيه. خلاص؟ ويحرم تراخي ان انا افضل ما صومش لغايه لما يجي رمضان التالي اللي انا تركت ايام منه من رمضان السابق. يجب ان اقضيها خلال السنه دي قبل ان يحل رمضان الذي بعدها. ماشي؟ يجب ان انا اقضيها. التراخي ان ما يجيبش من تاني يوم. بما ان تركت بعذر، لكن من غير عذر يبقى وجب على الفور من تاني يوم ان انا اقضي ما عليه واقفل بالتاخير. طيب لو تركه العذر زي الحائض والنفساء والمريض وما الى ذلك والمسافر، يبقى ايه عندما ياتي لا يجب عليه الفوريه، لكن يندب له التعجيل بالصوم عليه براءه لذمته. الندب ده مستمر لغايه لما يقرب رمضان اللي بعده فيتعين عليه القضاء. خلاص؟ ويحكم تراخيه لرمضان القادم، يجب قبل رمضان الجاي ان هو يكون قد صام ما عليه من الايام التي تركها في رمضان السابق، سواء حائض او نفساء او مسافر او مريض. ماشي؟ يجب قضاء ما عليه قبل ان ياتي رمضان يحل عليه رمضان جديد، هذا مذهب الشافعيه. فان اخر اثم. حلو؟ ويجب عليه القضاء والفديه. لان في فديه للتاخير بايه؟ بسبب ايه؟ عدم القضاء اثناء السنه، الا لو كان عنده عذر ما زال مريضا، المراه ما زالت ترضع، فدي اعذار تجعلها ايه؟ يسقط عنها الاثم لعذرها بترضع مثلا، واذا كانت خشيت على نفسها يبقى لا فديه عليها، وان خشيت على نفسها والولد لا فديه عليها، وان خشيت على الولد فقط
يبقى عليها الفدية إطعام مسكين، والقضاء برضه يستمر القضاء، لا يسقط القضاء مطلقا إلا بالخروج عن إدراك القضاء. لكن هذا مثلا الشافعي فيه شدة شوية، فنحن لن نفتي الناس العوام لا نفتيهم كده. مثلا الأحناف قال أنه إن تركه بعذر القضاء مدى العمر خلاص ولا فدية عليه، ومن تركه بغير عذر فقضاء على الفور عليه الفدية. وهنا نضع قاعدة، كل عبادة تركتها وأخرجتها عن وقتها عامدا تأثم بذلك، ويجب عليك القضاء على ويجب عليك القضاء على الفور، انك عامد او في الترك. وقال وكل عبادة تركتها بعذر لا يجب عليك الفور في القضاء، يبقى يجب عليك قضاءها لكن لا يجب عليك الفور. فالعذر والعمد وعلى غير العذر مؤثر في الفورية في القضاء او عدم الفورية. وفي حالة العذر يندب لك التعجيل فقط ولا يجب عليك التعجيل حتى براءة الذمة فقط. قال ويندب ترتيب الفوائد وتقديمها على الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة. في الصوم عشان ذكر الصوم هنا هنكمل عنه. لما ذكر الصوم قد عن الشافعية تتكرر فدية بتتكرر الفدية بتتكرر السنوات. أول سنة عدت ما قضاش مع عليه، يبقى هيقضيه بعد رمضان اللي بعده، يبقى عليه فدية وقضاء اليوم. طيب ده كمان ما قضاش السنة دي، يبقى عليه فديتين وقضاء اليوم. ما قعد 20 سنة ما يقضيش ما عليه، يبقى عليه 20 فدية وقضاء اليوم. يطعم 20 مسكين عن يوم واحد. ليه؟ لأنه تتكرر فديته بتكرر السنوات التي ترك فيها هذا. لكن عند أسر احنا كنا ما فيش فدية مطلقا، وعند السادة الأمريكية تتكرر فدية مرة واحدة فقط بترفيه أول عام. ماشي؟ ويندر ترتيب الفوائد وتقديمها على الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها. عليه فوائد، ترك الظهر وعصر المغرب وصحي الفجر تاني يوم. ترك الظهر وعصر المغرب وعشاء وصحي الفجر. ها؟ تركها بعذر. لأنه تلك بعذر هنا يندب هنا، لو كان تلك بغير عذر يجب عليه على الفور أول ما يصحى يصلي الأربع صلوات بالترتيب. أم لا يشترط الترتيب عموما. ويندب ترتيب الفوائد وتقديمها على الحاضر. صحي ولقى الظهر جدا وعليه مثلا المغرب والعشاء والفجر. يندب لي فقط الترتيب. إنه يصلي أولا المغرب وبعدين العشاء وبعدين الفجر وبعدين يصلي الظهر اللي هي بتاعت الوقت. خلاص يندب ترتيب الفوائد وتقديمها على الحاضرة لغاية لما يوصل للحاضرة ويقضيها ويصليها أداء. وهذا الندب ورد لخروجا من أهم أدلته، أدلة الندب ده خروجا من خلاف الإمام مالك الذي اشترط الترتيب في صحة الصلوات. يبقى الإمام مالك عنده الترتيب في صحة الصلوات شرط صحة. الترتيب في الصلوات شرط صحة. فلو صلى العصر قبل الظهر ترك الظهر والعصر، فصلى العصر قبل الظهر العصر بتاعته بطلع عند الإمام مالك. أقول له صلي الظهر وصلي العصر وجوبا مرة أخرى لبطلان الأولى التي لم تقع في الترتيب. فالترتيب شرط صحة. ماشي؟ عند الإمام مالك، لكن عند الشافعية مندوب فقط. فإذا صلى العصر قبل الظهر ماشي، ما فيش مشكلة عند الإمام الشافعي فيما يقضيه عن الصلوات. ويندب ترتيب الفوائد وتقديمها على الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها. عليه مثلا قلنا فجر وظهر وعصر، ها والمغرب هتبدأ، يبقى يصلي أول حاجة العصر عشان يدرك وقتها، والوقت لا يسع إلا صلاة واحدة، يبقى يصلي العصر، وبعد كده يبقى يصلي إيه؟ الصبح والظهر اللي عليه. أما لو كان الوقت يسع فيندب له الترتيب. طب وإن شرع في فائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها وفعل الحاضرة. طيب بيصلي صلاة أفضل مما عليه، وبعدين وجد إن الوقت هيسع الصلاة الأفضل دي والفرض بتاع الوقت اللي حاضر، وبعدين وهو بيفكر كده أفضل دي العصر مش على 3:30 دي على 3 بس، مش على 3:30 وفضل خمس دقائق او 7 دقائق ويخرج وقت ايه؟ الظهر. يقطع الصلاه اللي بيقضيها ديت
ويشرع في صلاة الظهر القدر على الصلاة في وقتها. وإن شرع في فائتة ضانا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها وفعل الحاضرة، يقطع الصلاة القضاء ويفعل الصلاة الحاضرة حتى يدركها في وقتها. ماشي، رايح الفرع وجه. طيب، ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة ندب تقديم الفائتة منفردا ثم الحاضرة. ومن عليه فائتة فوجد جماعة حاضرة قائمة على الظهر والعصر الدم، فدخل المسجد لقى الجماعة بتاعة العصر قائمة. ها؟ ندب تقديم الفائتة منفردا ثم الحاضرة، يجي في جنب المسجد كده ويصلي الظهر أربع ركعات بسرعة ويدرك بعد كده إيه؟ الحاضرة. ماشي؟ بتاعة الوقت. يبقى يندب له فقط. فإن خالف لا حرج، الصور الثلاثة جائزة. نعم. هو أولى من أن تصلي الجماعة مع وتنوي الظهر؟ هذه اللي فاتته جماعة، اللي فاتته صلاة، له ثلاثة صور، والثلاث صور جائزة، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل. فزي ما أنت قلت كده هيعمل إيه؟ أفضل الصور يدخل معاهم في جماعة العصر بالقائمة ويصلي العصر وعلى الظهر. بعد أن ينتهي من صلاة العصر يصلي الظهر. خلاص؟ وبعد أن يصلي الظهر يصلي العصر مرة أخرى خروجا من خلاف الإمام مالك الذي قال أن الترتيب شرط صحة الصلاة، ودي تبقى أفضل صورة يعملها. طيب، لو صلى الظهر بنية العصر مع الجماعة جائز، أنت الشافعي، فلا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم. خلاص؟ وبعد كده وجد جماعة تانية بعدها كمان بيصلوا العصر، يصلي بعد ما يخلص يصلي العصر مع الجماعة التانية، فلا حرج. لكن بقول لك إيه أفضل الصورة؟ كلها جائزة. طب وفي الصورة الأولى اللي صلى العصر وبعدين صلى الظهر بعدها، ده ندب فقط إن هو يقضي العصر خروجا من خلاف الإمام مالك، فإذا لم يصلي العصر لا حرج عليه. يبقى الترتيب أن يصلي العصر مع الجماعة ثم الظهر ثم العصر خروجا من خلاف الإمام مالك، وده أفضل الصورة. الصورة الثانية يدخل بنية الظهر مع اللي بيصلوا العصر، ها، ويصلي معهم الظهر، وبعد ما يسلم يصلي العصر، يبقى راح الترتيب وإن كان لم يراعي شرط اتحاد النية رجعوا للإمام مالك. الإمام مالك اشترط اتحاد نية الإمام المأموم واشترط ترتيب الصلاة لصحة الصلاة. لكن هو إيه؟ هو راعى أحد الخلافين ولم يراعي الآخر. في الصورة الأولى اللي هي الأفضل لما صلى العصر معهم وبعدين الظهر وبعد العصر معهم راعى الخلاف كله بترتيب الصلوات، ها، وما إلى ذلك. الصورة الثانية أما صلى العصر لم يراعي اختلاف النية، لكن راعى خلاف الترتيب، إن هو صلى الأول الظهر بنية العصر وهم بيصلوا العصر، وصلى معهم الظهر وبعدين صلى بعد كده العصر، يبقى أتى بخلاف الترتيب خرج منه، ولكن اختلاف النية لم يخرج منه. الصورة الثالثة أن يصلي العصر مع العصر ويقضي بعد كده الظهر، ها، يصلي العصر بنية العصر معهم ثم يقضي بعد ذلك الظهر، ولا يكرر العصر مرة أخرى، وهذه ده ترتيب الصور في الأفضلية يعني. هنا قال إيه؟ ولذلك إيه؟ ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة، الجماعة بتاعت الصلاة المقيمة الآن قائمة، ندب بس تقديم الفائتة منفردا ثم الحاضرة. ودي صورة رابعة، إنه يصلي بجنب المسجد منفرد وبعدين يصلي الحاضرة. ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس ولم يعرف عنها لزمه الخمس ورمي بكل واحدة الفائتة. الفرع اللي فات ماشي يعني معرب من خلص. ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس، نسي صلاة أو صلاتين لكن مش فاكر إيه الصلوات اللي نسيها، الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، ولم يعرف عين الصلاة اللي نسيها، اثنين ولا واحدة، وتبين الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، لزمه الخمس، يجب عليه عشان تبرئ ذمته. الإمام الشافعي عنده قاعدة حلوة كده، إيه؟ بتلاقي دايما المذهب براءة الذمة بيقين، أنا عايز يحصل عندي براءة ذمة بيقين، فيقول لك إيه؟ أنا مش فاكر أنا سبت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا واحدة بس. قال له صلي اليوم كله وجوبا، صلي خمس صلوات بنية الفرض كله، فواحدة منهم هيبقى هتاخد أجر النافلة،
واحده منهم هتلقي الفرض فترفعه ماشي فتبرا ذمته. ومن نسي صلاه فاكثر من الخمس ولم يعرف عينها لزمه الخمس وينوي بكل واحده الفائده، يعني بكل واحده الفرض الفائده، الظهر قضاء، العصر قضاء، العشاء قضاء، كل ما بينوي بيصلي الخمسه اهو كل واحده بنيه القضاء، ما فرض قضاء. طب لو افتكر ان هما ترتيبا على ذلك، لو افتكر ان هما صلاتين في نفس الوقت بس مش عارف اذا كانوا الاثنين ظهر ولا الاثنين عصر ولا الاثنين مغرب ولا الاثنين عشاء، يبقى يجب ان يصلي ايضا يومين متواصلين. خلاص؟ يصلي يومين 10 فروض بنيه الفائته، فيقع منهم اثنين موافقين. او نسي اكثر من صلاه الظهر والعصر، مش عارف ولا العصر ولا المغرب ولا المغرب ولا العشاء، مش فاكر اثنين أو ثلاثة، فما يصلي يوم كامل واحد يخضي عنه، ماشي؟ يجزئ عنه بنية الفرضين. بعد أن نكون قد انتهينا من المواقيت ونتكلم عن باب الأذان والإقامة. في أسئلة في المواقيت دلوقتي قبل ما نشرع؟ خلاص كله تمام؟ طيب. قال باب الأذان والإقامة. هم يسمون ذلك السنن المتقدمة على الفرض. هما سنتان في المكتوبات خاصة بالفرائض بس المكتوبة، حتى لمنفرد وجماعة ثانية بحيث يظهر الشعار. والأذان أفضل من الإقامة وقيل عكسه، فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته، وإلا لو يعني ما كانش سجد فيه جماعة رفع، وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم. ناخد فرع. الأذان والإقامة سنة قبل الصلاة، قبل كل صلاة مفروضة. أنا صحيت الساعة 2 الظهر هأذن لنفسي، طب ما الأذان بقاله ساعتين، الساعة 12 كان الظهر، هأذن لنفسي ندبة، يقدر إن أنا أأذن لنفسي بصوت مرتفع كده قليلا. مش انت مشوش على الناس، ما تجيش اذن مثلا لو في مسجد ما اذنش في الميكروفون لان الناس صلت بلا ساعتين، هشوش على اللي بره. ها؟ يبقى ايه؟ وخصوصا لو كانت اقيمت في هذا المسجد جماعه خلاص يبقى برضه اذن بصوت. مش الاقامه بس المندوبه، ده الاذان والاقامه. بل الاذان افضل من الاقامه، وبالتالي انك انت اكد في السنيه انك انت تؤذن لنفسك ولو في الصحراء ولو بعد الوقت. خلاص؟ يبقى تؤذن في جميع الوقت. ولو بعد دخول الوقت يعني الاساسي مش الوقت خرج. هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد، ولو انت هتصلي منفرد في بيتك او في مكان منفرد او في الصحراء اذن لنفسك وتوضا وصلي السنه وبعدين اقم الصلاه لنفسك ايضا. خلاص؟ وصلي الفرض ماشي؟ حتى لمنفرد وجماعة ثانية، جماعة ثانية ما كانوش يأذنوا لنفسهم، يأذنوا لنفسهم ها بس بصوت واطي ويقيموا الصلاة أيضا. ولو كان لم يصلي السنة برضه يؤذن ويقيم. بحيث يظهر الشعار، بل هما سنتان، يبقى بحيث يظهر الشعار قلب الحيثية هنا يرجع إلى سنتان. فيكتفى في قرية واحدة فيها مساجد كثيرة أن يؤذن أحد المساجد. يبقى كده أقام الشعار، وإلا صارت فرض كفاية. ماشي؟ فإذا لم يقم بها البعض أثم الجميع. ماشي؟ يعني لازم يكون في كل قرية أو كل مدينة مسجد يؤذن فيه ويعرف إن الشعار قد تم. شعار إيه؟ دخول الوقت ده. لأن دي من سنن الهدى أو سنن الهادي، سنة الهادي اللي هي الشعار. ماشي؟ اجتماع الناس في صلاة جماعة في مكان. لو ان كل الناس عملوا جماعات في البيوت ولم يفتح المسجد آثم جميعا، لانها سنه كفايه عند الشافعي كما قلت منها انها فرض كفايه. سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعه ثانيه بحيث يظهر الشعار. والاذان افضل من الاقامه وقيل عكسه، اي ان الاقامه افضل من الاذان. فان اذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعه، هنا عندك النسخة اللي معايا دي مكتوب جماعة، جماعة هي غلط طبعا لأنها مبني لإيه؟ جماعة. لم يرفع صوته، لأن خلاص لم يرفع صوته، لأن في المسجد ده تحقق إيه؟ الأذان والإقامة خلاص.
والا لو كان هذا المسجد لن تصلى فيه جماعه اصلا رفع صوته بس في داخل المسجد او في خارج المسجد بس بشرط الا يشعر الاخرين الذين صلوا ان الوقت قد دخل الان فيحصل تشويش عليه. وكذا الجماعه الثانيه لا يرفعون صوتا. ويسن للجماعه النساء الاقامه دون الاذان. عند الشافعيه لا يسن الاذان للمراه. ويسن لجماعه النساء الاقامه دون النساء دون الاذان، الاقامه دون الاذان. طب لو كانت نساء جماعه ومع بعض خالص وما فيش رجل اجنبي بترفع صوتها كمان بالاقامه، ماشي؟ ولا يؤذن للفائته في الجديد ويؤذن لها في القديم الاظهر. دي من المسائل التي يعمل فيها بالقديم. الفائته يؤذن لها ايضا. ولا يؤذن للفائته في الجديد. لماذا الجديد؟ لما جاء الامام الشافعي مصر قال لا ما فيش اذان للصلاه الفائته انما اقم لها بس، ماشي؟ والمذهب القديم وهو الاظهر اللي عليه الفتوى وهو الارجح هنا في هذه المساله، فدي من المسائل ال16 او ال22 مساله التي القول في القديم اقوى ونعمل به في القديم، يقطع على خريج المسائل دي انه يؤذن ويقيم ولو كانت فائته، وده الراجح. فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، يؤذن الأولى وبعدين يقيم في كل واحد. وفي الأولى الخلاف اللي هو السابق والأظهر أنه إيه؟ يؤذن ويقيم لكل واحدة. وألفاظ الأذان والإقامة معروفة يجب ترتيبها، فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلا بطل أذانه فيستأنفه، وإن قصر فلا. وألفاظ ويقيم لكل واحد. وألفاظ الأذان والإقامة معروفة ويجب ترتيبها، أي ترتيب الألفاظ دي كما احنا اعتدناها. فإن سكت أو تكلم في أثنائه، أي أثناء الإقاء الأذان أو الإقامة، طويلا سكوتا طويلا بطل أذانه، الأذان بطل يجب أن يستأنفه ويبتدئ مرة من أول وجديد. فيستأنفه أي يبتدئ من أول وجديد يعني، من أولا. وإن قصر، أي قصر الفاصل بكلمات بسيطة، واحد سأل عن حاجة له هناك. وعن مكمل الأذان جات، فلا يبطل الكلام القليل. عرفا في لا يبطل الاذان او الاقامه ولا يقطعهما، بل يجوز ان ايه يكمل اي يبني. واقل ما يجب اي في تلك السنه ان يسمع نفسه ان اذن واقام لنفسه. فان اذن واقام لجماعه وجب اسماع واحد جميعهما. فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد اللي هو المؤذن ده جميعهما، إنه يسمع جميع الجماعة اللي موجودة دي معاه. ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل. طيب اللي هو الأذان الكاذب أو لا أذانة. طيب ولا يصح الاذان قبل الوقت الا الصبح. ولو بلحظه لازم يحدث عنده غلبه الظن او اليقين بدخول الوقت، وعند ذلك يؤذن، ما يجيش قبل دقيقه او دقيقتين ياذن فلا يبطل اذانه، لا ينعقد، لان الاذان يشترط فيه اولا دخول العلم بدخول الوقت، والعلم ده اما غلبه الظن او العلم اليقين، ماشي؟ زي ما احنا شرحنا في العلامات. ولا يصح الاذان قبل الوقت الا الصبح، ان الصبح لها اذانان. اذان الفجر الصادق واذان الفجر الكاذب. او كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذان اذانان، اذان لا يحل الصلاه ولا يحرم الطعام. اللي هو الاذان الفجر الكاذب. في روايه اخرى اذا اذن بلال فليقم نائمكم ولينم قائمكم. قبلها بساعه كده قبل السحور
ها يأذن المؤذن، فاللي كان بيقيم الليل ينام شويه، واللي كان نايم يقوم يتهجد او يتسحر او يتسحر جميل. فالاذان اذانان، اذان يحل الصلاه لا يحل، لا يحل الصلاه ولو يحرم الطعام، اللي هو اذان الفجر الكاذب ده بيبقى قبلها بساعه قبلها. وده اعراف بلاد، يعني في الاسكندريه هنا في مصر يؤذنون اذانين معظم المساجد، لكن في القاهره ما احد يؤذن اذانين. ها تجد في الحرم المكي والمدني وفي السعوديه يؤذنون اذانين. ماشي، اذان الفجر الكاذب ها، وهذا لا يحل الصلاه ولا يحرم الطعام. واذان يحل الصلاه ويحرم الطعام اللي هو الفجر الصادق المعروف. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الاذان ايه؟ وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، رواه البخاري. فان ادى واقام لجماعه وجب اسماع واحد جميعهما، الواحد ده يسمع الجميع، يسمع الجميع الاذان والاقامه. ولا يصح الاذان قبل الوقت الا الصبح، فانه يجوز ان يؤذن لها بعد نصف الليل. يبقى يبتدي الاذان الفجر كده بعد نصف الليل لغايه قبل ايه؟ الفجر الصادق. ويندر الطهاره والقيام واستقبال القبله والالتفات في الحيعلتين في الاولى يمينا وفي الثانيه شمالا، فيملي عنقه ويحول صدره وقدميه، ويكره للمحدث وكراهه الجنب اشد وفي الاقامه اغلظ. دي مندوبات الاذان والاقامه، ويندم في الاذان يعني والاقامه، مش ده ندب الطهاره مطلقا يعني يجوز يصلي من غير وضوء، لا، ويندم في الايه؟ في الاذان والاقامه، ان يكون الانسان على طهاره، وان يكون قائما، وان يكون مستقبلا للقبله. والالتفات في الحالتين في الاولى يمينا وفي الثانيه شمالا، يعني ويندم وضع السبابتين في الاذن وهو يؤذن هكذا. فيجي في الحي على الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وبعدين يجي في النص حي على الفلاح حي على الفلاح. فالحي على الصلاة يمينا والاثنين وهو ملتفت يمينا، وعلى الفلاح حي على الفلاح يسارا وهو ملتفت في الاثنين يسارا. وفي يبقى ايه في الحيعلتين في الاولى اللي هي ايه؟ حي على الصلاه يمينا، وفي الثانيه اللي هي حي على الفلاح شمالا. فيدوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه، يعني ما يحولش صدره كده، لا، يدوي عنقه بس كده ويؤذن مع وضع ايه؟ السبابتين في الاذنين. ولا يحول صدره وقدميه. طيب، ويكره الاذان للمحدث، وكراهه الجنب اشد، وفي الاقامه اغلظ. يكره ايضا الاقامه تبقى اشد كراهه للايه؟ للمحدث حدث اكبر، لانه لسه هيقدر يغتسل ويرجع فتكتب الجماعه. وان يؤذن على موضع عال، اي ويندب ان يؤذن على موضع عال. الشيخ كلامه هنا اذا وان يؤذن ده رجعت ايه؟ كلمه يندب اللي هي في اول مندوبات ايه؟ الاذان. لان لو قلناها وكراهه الجنب اشد من الاقامه اغلظ، وان يؤذن على موضع عال يعني يكره؟ لا، ده يندب، واضح؟ يندب ان يؤذن على موضع عال وبقرب المسجد، ويجعل اصبعيه في سماخيه ويرتل الاذان، يعني ما يقولش محمدا رسول الله، تعجب نقراها كده في الترتيب محمدا رسول الله، فيضم الراء، ها يضغم الراء محمد رسول الله، ما يقولش ايه؟ انت لو بتقرا هو بدون الترتيب ها هتقول ايه؟ محمدا رسول الله، وتثبت النون وتظهرها كده، ما يبينش الادغام بتاع النون في الراء، ها. لكن في الاقامه يبدأ الترتيب في الاذان والاقامه، ويرتل الاذان، يعني ما تقولش اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا، أهو أدغمته، أدغمت الإيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم زي إيه؟ الترتيب. ويدرج الإقامة، أن الإقامة يجعلها سريعة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يدرجها كده يدخل الإيه؟
كل لفظين مع بعض في موضعهما. لكن في الأذان لا، يبقى الله أكبر الله أكبر، وبعدين ياخذ نفس، الله أكبر الله أكبر، وياخذ نفس، وبعدين يعمل السنة اللي هي تركها كثير من الناس، وهي سنة الترجيع، فيقول في سره ويسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين يرفع صوته به: أشهد أن لا إله إلا الله، ويفصل ياخذ نفس: أشهد أن لا إله إلا الله، يجي في الحيعلتين برضه في الصلاة هكذا يفصل كل صلاة لوحدها، ها، والحيعلتين أيضا يفصل كل حيعلة لوحدها: حي على الصلاة، حي على الصلاة، خلاص. لكن في الإقامة بيدخل كله في بعض، ماشي، يدخل كل اثنين مع بعض ببعض، بمعنى ويدرج الإقامة. ويشترط كون المؤذن مسلما عاقلا مميزا ذكرا ان اذن للرجال، ويندب كونه حرا عدلا، يعني هو لا يندب الاذان للنساء، لكن لو فعلوه ما حرم، يجوز للمرأة في وجود محارمها او في مجموعة من النساء انها تؤذن، لكن لا يندب عند الشافعية، ان كان يندب في مذاهب اخرى يعني، لكن مش حرام ولا مكروه اذا اذنت المرأة في محضر مجموعة من النساء أو مجموعة من محارمها من الرجال. ويشترط كون المؤذن مسلما فلا يصح أذان الكافر، عاقلا فلا يصح أذان المجنون، مميزا فلا يصح أذان من لم يميز من الصبيان، عنده 3 سنين وبيأذن ما ينفعش، إن أذن للرجال. ويندب كونه حرا عدلا صيدا حسن الصوف من أقارب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ويندب كونه حرا عدلا، ماشي، يعني العدل ما يكره ان هو يؤذن، وغير العدل يكره ان يؤذن، صيتا يعني صوته عالي حسن الصوت من اقارب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 4: ابو محذوره وبلال، 4 وابن ام مكتوم ثالث، وفي واحد رابع، في مؤذن رابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من الناس الموجود انه يتعين مؤذن. ويكره للاعمى الا ان يكون معه بصير. ايضا طيب هنا ويندب ايضا ان يكون عالما بالمواقيت عشان يعرف وقت دخول الصلاه، ها، يكون من شروط المؤذن ان يكون يندب ان يكون عالما بمواقيت الصلاه وكيفيه شروطها وغيرها. ويكره للأعمى إلا الأذان للأعمى يكره إلا أن يكون معه بصير، يقول له دخل الوقت. ابن أم مكتوم هو المؤذن الرابع، ماشي، الضرير رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن أم مكتوم. ويكره للأعمى إلا أن يكون معه بصير. ويندب للكراهة هنا لعدم معرفته بدخول الأوقات وعلامتها. طيب، ويندب لسمعه، سمع المؤذن أو المقيم، ولو جنبا وحائضا أو في قراءة، قراءة القرآن، أن يقول مثل قوله عقب كل كلمة، ماشي، يبقى قراءة القرآن يقطع قراءة القرآن من جانب الأذان، والسنة كده، خلاص، ولو قارئ القرآن يقطع قراءة القرآن وردد الأذان ويرجع تاني للقراءة بعد كده، خلاص. وفي قراءة أن يقول مثل قوله قول المؤذن أو المقيم عقب كل كلمة. وفي الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، والراجح من المذهب أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول المؤذن يقول حي على الصلاة ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يقول الورد الزائد هو لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصلاة خير من النوم في الفجر، صدقت وبررت. طيب، يبقى في أذان الفجر هي في الصلاة خير من النوم، هو أيضا يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت وبالحق نطقت. الأول بيقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقت وبررت وبالحق نطقت، خلاص؟ يقول الصلاة خير من النوم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت وبررت وبالحق نطقت، ده كمان الذكر الموجود في المكان ده. فيقول مثل ما يقول كما قال، ورد ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وفي كلمتين الإقامة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. هذا يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وجعلني من صالح أهلها. طيب، فإن كان مجامعا أو على الخلاء أو مصليا ها أجاب بعد فراغه. الله، شوف مدى سنية تربيه للأذان والمؤذن للناس. ها، فإن كان مجامعا أو على الخلاء أو مصليا أجاب بعد فراغه، بعد ما يخرج من قضاء حاجته، ها أنه هو يجيب المؤذن ويردد. طب المؤذن خلص، قلنا يندب أنه يؤذن لنفسه. الأذان خلص وهو بعد ما خرج من الحمام من قضاء الحاجة أو انتهى من الجماع أو كان بعد الصلاة خالص والأذان انتهى، يندب له أن يؤذن لنفسه ويقول الأدعية الواردة كما هو. أجاب بعد فراغه. ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، قال: ويندب المؤذن وسمعه بعد فراغه، بعد فراغ الأذان والترديد ورا المؤذن. لو إيه؟ إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى يردد مثل ما بيردد. ها، وبعد ما يخلص إيه؟ ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. سلوا الله لي الوسيلة. خلاص؟ فمن فعل ذلك وجبت له شفاعته. وحديث تدل على ايه؟ ان اللي بيردد الاذان ويقول الدعاء بعده تجب له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الشفاعه الخاصه للمعتاد على ترديد الاذان ده، لما تسمع الاذان دايما اقطع ما انت فيه. خلاص؟ وردد الاذان وقل الادعيه قبل ان ترجع لما كنت فيه. ده معنى. ويندب المؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل مكان يندب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يندب فيه الصلاة الإبراهيمية أفضل الصلوات من تقول الصلاة الإبراهيمية. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة، في رواية فيها زيادة، العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية: إنك لا تخلف الميعاد، رواها البيهقي. يبقى زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعض الناس يقول لك لا مش وردة، لا وردة في البيهقي إنك لا تخلف الميعاد بعد إيه؟ وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأذان والإقامة، وقلنا أنهما من سنن الكفاية، وأنه من السنن المتقدمة على الصلاة، وأنها تندب في جميع الأحوال، حتى لو فاتك الأذان تفعله، وأنك بعد تردده وتردد تقول مثل ما يقول المؤذن أو المقيم، ثم بعد أن تنتهي من ذلك في الحيعلتين تقول الحياة على الصلاة لحول الله، وفي الفجر الصلاة خير من النوم تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت وبالحق نطقت. وبعدين قلنا قد قامت الصلاة في الإقامة تقول أخرى الله وأدمها ما دام السنة الأرض جعلني من صالح أهلها. وبعد كده الدعاء مطلوب بعد ذلك. وأيضا إن من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس وهي موجودة في الحوادث وفي الشروط، أنك إيه أنك تعقل الإقامة أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده انه لا يخلف الميعاد. هذا مندوب في الاذان وفي الاقامه. ماشي. ودي سنن مهجوره، طرق الرسول مهجوره، والشافعيه نصوا عليها في كتبهم. وهذا كان قد نكون قد انتهينا من الاذان.